ماذا تخطط الدوحة لفلسطين؟ تحركاتها في الآونة الأخيرة تؤكد سعيها الحثيث لتنفيذ مخططات عزل غزة عن الضفة الغربية والقدس. آخر مثال على ذلك الطلب الذي تقدم به الدبلوماسي القطري محمد العمادي إلى إسرائيل والقاضي بإعادة بناء مطار غزة وإطلاق الرحلات منه باتجاه الدوحة فقط على أن يعمل المطار تحت إشرافها. الاستنكار الفلسطيني لم يتأخر، حركة فتح نددت بما اعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية وتكريسا للانقسام الفلسطيني الداخلي. مضاف إلى ذلك تباهي قطر بالثقة الإسرائيلية وبالتنسيق معها لتمرير شتى أنواع المخططات في فلسطين والمنطقة. قطر على خط التدخل مجددا في الشأن الفلسطيني، هذه المرة تخرج باقتراح بشأن إعادة بناء مطار في قطاع غزة على أن تجعل وجهته فقط صوب الدوحة. الاقتراح القطري أراد أن تقلع الطائرات من مطار غزة إلى الدوحة ومنها إلى أي مكان في العالم، وفي المقابل يمتنع مطار غزة عن استقبال أي طائرة إلا أن تكون قادمة من الدوحة ويخضع لإشراف أمني قطري. مقترح لقي رفضا من تل أبيب لأسباب أمنية، لكنه أيضا لقي رفضا من الطرف الفلسطيني الرسمي المعني بالقضية، فحركة فتح رأت أن الاقتراح القطري تدخل مباشر في الشأن الفلسطيني الداخلي يعزز حالة الانقسام ويساعد على تحقيق الهدف الإسرائيلي بعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس. قبل ذلك رفضت السلطة الفلسطينية إدخال أموال قطرية بحقائب عبر سيارة تتبع للدبلوماسي القطري محمد العمادي مباشرة إلى قطاع غزة. ورغم الانتقادات الكثيرة للدور القطري تتباهى الدوحة مجددا بتنسيقها الكامل مع إسرائيل، ليخرج الدبلوماسي القطري نفسه والذي طرده سكان قطاع غزة بالحجارة الشهر الماضي احتجاجا على دور بلاده، ليقول بصراحة إن إسرائيل تثق في قطر وخصوصا فيما يتعلق بالقطاع. مديح قطري علني لإسرائيل قابله على الفور مديح من الأخيرة ومن أعلى المستويات، إذ لم يتردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول أمام وزراء حزبه الليكود إن آلية مراقبة الأموال القطرية أفضل من مراقبة الرئيس محمود عباس على حد تعبيره. معنا من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس. كما جاء في التقرير إسرائيل تثق في قطر، واضح أن قطر أيضا تثق في إسرائيل ويعني تثق في أنها ممكن أن تتعاطى وتتجاوب مع هكذا مقترحات. بداية، ما المشكلة في طرح فكرة إعادة بناء مطار غزة؟ ألا يساهم هذا في التخفيف من الحصار على أهالي هذا القطاع؟ يعني بالتأكيد إذا كان هذا الأمر مجردا فإنه يمكن أن يكون لصالح المواطنين في قطاع غزة لتخفيف حدة الحصار، لكن إذا أخذناه في مجمل السياسات القطرية الإسرائيلية التي تسعى إلى تجاوز السلطة الفلسطينية، إلى تجاوز منظمة التحرير، إلى تحويل الانقسام السياسي بين غزة والضفة الغربية إلى انفصال جغرافي سياسي، في التقرير أشرتم إلى تعميق الانفصال، تعميق الانقسام. الحقيقة أن السعي الإسرائيلي الآن القطري الأمريكي هو تحويل الانقسام السياسي إلى انفصال جغرافي سياسي بعزل الضفة الغربية وإعطاء غزة مقومات دويلة أو إمارة إخوانية في قطاع غزة. هذه الإمارة يكون لها مطار تحت إشراف قطري إسرائيلي، الأجهزة الأمنية الشباك والموساد الإسرائيلي يشرف مع قطر على الحركة من وإلى قطاع غزة. هناك أيضا مشروع موازي له تركي يسعى إلى أيضا إقامة ميناء من غزة إلى الجانب التركي في قبرص، حتى أيضا يعطي لهذه الولاية الإخوانية في قطاع غزة مقومات تستطيع معها أن تؤكد انفصالها الكامل الجغرافي السياسي عن الضفة الغربية، وهكذا تضمن إسرائيل أن مشروع الدولة الفلسطينية
لا يمكن أن يقوم خاصة بهذه المساعدات القطرية الحثيثة. إسرائيل وافقت على إدخال لأول مرة، وهذا أمر يعني لم يشهده العالم من قبل، على إدخال 15 مليون دولار كاش ماني من إسرائيل تحت موافقة الشباك الإسرائيلي وعبر سيارات السفير محمد العمادي إلى قطاع غزة. لكن الآلية التي طبعت في توزيع هذه الأموال تكشف بوضوح، يعني ليتني أحضرت لكم صورة عن الطريقة التي يتم بها توزيع هذه الأموال، والتي تتطلب إثبات الاسم ورقم الهوية إلى آخره، وبصمة من يستلم هذه الأموال، وهذه البصمات كلها وهذه الأوراق يتم تحويلها إلى الشباك الإسرائيلي الذي أصبحت لديه الآن سجل كامل عن كل الموظفين في قطاع غزة من حركة حماس، وبالتالي أصبحت حماس الآن مكشوفة بالكامل لدى الجانب الإسرائيلي بوساطة قطرية. هذا الأمر هو الخطورة، الخطورة أن قطر تتحول إلى أداة في هذا المشروع الذي يحول الانفصال السياسي، الانقسام السياسي، إلى انفصال جغرافي سياسي. طيب. يؤيد ويشجع حماس التي صمتت ولم لم تنطق بكلمة واحدة على هذا التدخل السافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية. دكتور سمير، هنا أيضا يعني هذا المقترح الذي يقول نعيد بناء المطار، سيطر عليه إسرائيل وقطر، لا فرق على ما يبدو، ولكن تكون الطائرات تنطلق من غزة إلى الدوحة فقط. يعني هل هناك يعني شيء يمكن أن يستشف من هنا، يعني أن يكون هل هذا له علاقة بالفلسطينيين أم بحماس مباشرة؟ يعني هل إسرائيل ممكن أن تقبل بفكرة أن يسافر الفلسطيني بحرية إلى الدوحة ومن ثم إلى العالم؟ إذا ما المشكلة في أن يخرج إلى أي مكان آخر؟ أم هنا الفكرة بأنه حماس تذهب إلى الدوحة وتعود بشكل أسهل وأسرع؟ هذا هو الأمر. أذكر هنا بأنه كان هناك مشروعا قبل أن يطرح العمادي هذا المشروع، كان هناك مشروعا لإقامة أيضا مطار ولكن في إيلات. هذا المطار يخضع بالكامل للأمن الإسرائيلي للتفتيش ولكل الأمور المتعلقة بإنجاز كل مهام السفر، ثم يسافر إلى الخارج. نحن الآن أمام مشروع قطري يربط ما بين الدوحة التي تحولت إلى عاصمة للإخوان المسلمين وداعمة للإرهاب، وبين حماس التي يراد لها أن تتحول إلى ولاية إخوانية منفصلة بالكامل وتضرب المشروع الوطني الفلسطيني. أذكر هنا بأن الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية وفتح وأغلب حركات المقاومة الفلسطينية قالت أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة. قطر الآن تعمل على أن تقيم دولة، لكن هذه الدولة ليست دولة فلسطينية وإنما ولاية إخوانية لحماس، ومن خلالها يتم تسريب قيادات حماس التي بعضها مطلوب لجهات دولية إلى قطر، ومن قطر يمكن أن تذهب بالتأكيد إلى إيران عبر جوازات أخرى وعبر ساتر من هذه التغطية. لكن هذا الأمر يتم يعني رغبة قطر، وأعتقد أن إسرائيل لا يمكن إلا أن تقبل بإشراف كامل وتدخل كامل، خاصة وأنها لا تثق في قدرات قطر الأمنية. نحن نعرف جميعا أن قطر التي تدعي أنها يمكن أن تشرف أمنيا على هذا المطار هي نفسها ولاية تحت إشراف أمني أمريكي تركي بالكامل، لولا وجود تلت الموازنة القطرية يقتطع من أجل حمايتها وتسديد ديونها للولايات المتحدة الأمريكية. أكبر قاعدتين خارج الولايات المتحدة الأمريكية موجودات في قطر، إلى جانب المعسكر أو القوات التركية التي بدورها أيضا تلعب نفس الدور الحامي لقطر. وبالتالي ليس لقطر أن تدعي أن لديها قدرات أمنية، عليها أن تحمي نفسها أولا ثم تدعي أنها يمكن أن تلعب دورا أمنيا. هذا الدور بات مرفوضا بالكامل في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، يعني هنا نجد أنه في دعاية قطرية دائما إلى أنه دول الخليج وخصوصا السعودية يعني تسارع إلى التطبيع مع إسرائيل، لكن من حديث العمادي هنا نجد أنه يعني العلاقة القطرية الإسرائيلية
يعني تتحدث عن تنسيق أمني كامل. يعني قطر العمادي يقول يعني ما نقدمه لحماس هو من أجل حماية إسرائيل حتى لا يثور الفلسطينيون على إسرائيل، وشاهدنا الفيديو الذي يطلب فيه التهدئة من المتظاهرين مقابل الأموال هنا. ما حقيقة العلاقات القطرية الإسرائيلية؟ طبعا من الحقيقة يعني لن نضيف جديدا إذا قلنا أن العلاقات تبدو عضوية ما بين إسرائيل وما بين مشيخة قطر. لم يسبق لأي يعني وفود إسرائيلية عالية المستوى أن زارت أي دولة عربية مثل ما حدث بالنسبة لقطر. كل رؤساء الوزراء أو أغلب رؤساء الوزراء زاروا علانية قطر. ليفني عقدت اجتماعات في الجزيرة في قلب الجزيرة وعلى نفس المقعد الذي يجلس عليه رئيس تحرير الجزيرة جلست هي ووقعت اتفاقا ما بين الخارجية، كانت وزيرة خارجية في ذلك الوقت، وما بين الجزيرة. رؤساء الوزراء زاروها علنا. شمعون بيريز تجول في أسواق قطر. هذه العلاقة علاقة مكشوفة ومعروفة. الآن محمد العمادي السفير المعتمد الذي يعني خلع عليه المواطنين في غزة وفي فلسطين ألقابا عدة، سمي بالمندوب السامي، سمي بالمندوب الأمني، سمي بمندوب الشباك أو تشين بيت في فلسطين. هذا يتحرك علنا الآن، يخرج في وسائل الإعلام الإسرائيلية ويقول أنه هو الذي يضمن ألا يتحول العنف بين إسرائيل وبين حماس إلى مستويات عليا. هو يضمن من جهة حماس أن يكون العنف دائما منضبطا، وهو الذي تدخل. والفيديو معروف الذي طلب من الحي القيادي في حماس، قال له نبي هدوء، والآخر هز رأسه. وهو يشرط وجود الأموال أو التمويل هذا بأن تلتزم حماس، وبالتالي هو يلعب دورا أمنيا بحتا، دورا أمنيا لا يمكن الشك فيه على الإطلاق. هو يخدم المشروع الإسرائيلي، لكن أكبر خدمة هي السعي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وضرب المشروع الوطني خدمة لإسرائيل. شكرا جزيلا لضيفنا من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور سمير غطاس.